أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالدور الذي يطلع به عمال البحرين وإسهاماتهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، منوها بما يتسم به العامل البحريني من إبداع وتميز وكفاءة شهد لها الجميع في مختلف مواقع العمل والإنتاج. وأكد جلالة الملك أن الدولة تدعم كل جهد يسهم في توفير المزيد من الحقوق والضمانات للعمال البحرينيين لما يقومون به من دور هام ومحوري في بناء نهضة الوطن وازدهاره باعتبارهم محرك التنمية وشريانها الأساسي، مشيدا جلالته بما حققته الحركة والتجربة العمالية الرائدة في مملكة البحرين من مكاسب ومنجزات لمصلحة العمال ورعاية حقوقهم. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير الأمانة العامة الجديدة المنتخبة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد حسن عبد الله الحلواجي، وذلك للسلام على جلالته. ورحب العاهل المفدى بالجميع وهنأ حفظه الله الأمانة العامة الجديدة المنتخبة وتمنيا لها التوفيق في تعزيز المسيرة العمالية في المملكة. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره للجهود المميزة التي تقوم بها الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتوفير الرعاية لهم، مشيدا جلالته بما يبذله أبناء وبنات البحرين في خدمة وطنهم وجهود التنمية التي تشهدها المملكة، مؤكدا على أهمية الدور التي تقوم بها المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والإنتاج وبمساهمتها القيمة وتوليها لمراكز القيادة والمسؤولية، واعتزاز جلالته بجميع أهل البحرين المحبين للعمل والإنجاز المميز لبناء وطنهم بعزيمة صادقة. وأكد جلالة الملك المفدى الحرص على دعم الاتحادات والنقابات العمالية وتسهيل عملها باعتبارها ممثلا للعمال الذين يشكلون أحد أهم أطراف الإنتاج. كما أكد جلالته على أهمية التعاون بين المعنيين بالشأن العمالي بما يخدم مصالح عمال البحرين ويعزز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا جلالة الملك المفدى إلى الدور المهم للاتحادات العمالية في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين في المحافل العمالية العربية والدولية والتعريف بالإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في المجالات العمالية بما يعود بالخير والمنفعة. كما أشاد جلالة العاهل المفدى بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها المتواصل في سبيل تدريب الشباب البحريني وتأهيلهم لمختلف مواقع العمل لما فيه تقدم الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، منوها في هذا الإطار بالبرامج والخطط التي تنفذها الوزارة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وإيجاد فرص العمل لأبناء البحرين. وأكد جلالته على أهمية تكاتف كل الجهود لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات لمملكة البحرين وعمالها وتعزيز مكانة الوطن في مختلف المحافل العمالية، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد. من جانبه عبر السيد حسن عبد الله الحلواجي الأمين العام للاتحاد عن جزيل شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء، وأشاد بما تحقق لعمال البحرين من إنجازات ومكاسب كبيرة ومهمة من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته، مبديا اعتزازه لدعم واهتمام صاحب الجلالة حفظه الله لكل ما فيه خير عمال البحرين.